بسم الله الرحمن الرحيم. تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرس عليه اختياري وماذا سيغدو كظلي رفيقي. تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيرس عليه اختياري وماذا سيغدو كظلي رفيقي. وقالوا سيضنيك بحث دقيق فجهزت نفسي لبحث الدقيق ركبت البحار وخضت الصحارى وسرت النهار وقد جف ريقي ويممت شطر الجبال الرواسي وفي قمة قرب واد سحيق دعوت الإله الذي لا إله سواه بأن أهتدي للطريق دعوت الإله الذي لا إله سواه بأن أهتدي للطريق أهتدي للطريق. تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيرس عليه اختياري وماذا سيقول وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرس عليه اختياري وماذا سيغدو كظلي رفيقي. تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيرس عليه اختياري وماذا سيغدو كظلي رفيقي. وقالوا سيضنيك بحث دقيق فجهزت نفسي لبحث الدقيق ركبت البحار وخضت الصحارى وسرت النهار وقد جف ريقي ويممت شطر الجبال الرواسي وفي قمة قرب واد سحيق دعوت الإله الذي لا إله سواه بأن أهتدي للطريق دعوت الإله الذي لا إله سواه بأن أهتدي للطريق أهتدي للطريق. تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيرس عليه اختياري وماذا سيغدو كظلي رفيقي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.